طبعا عدة مواضيع بتطرحها معكم مايا خلال الأسبوع بعالم الصباح، واليوم هو مخصص لاتصالاتكم المباشرة. كل هلا حبوا يطرحوا أي سؤال، أرقام التليفونات قدامكم على الشاشة. ولادي بالدنيا، صباح الخير مايا. صباح النور جزاء. أول اتصال مني أنا. يلا بدنا نحكي شوي عن المراهقين قبل ما ناخذ اول اتصال، اللي بينتقدوا شكلهم بعمر معين، ما عجبهم شيء بشكلهم، بيطلعوا على المرايه وفي ليستة ممنوعات ما حابين. مزبوط، يعني هو عمر التحولات اكثر شيء، يعني اذا بدنا نحدد تقريبا بين عمر 13 سنه وال15 13 سنه، وتبصير فيها التحولات الجسديه، يعني نمو الثديين عند البنت، الارداف، البلوغ حتى عند اثنين، عند البنت وعند الصبي، يعني امور جديده بتنفرد عليهم، بما انها ما بتكون مكتمله باول المراهقه، ما بتكون على ذوقهم، ما بيلاقوها حلوه لانه هي منها مكتمله، حتى الشعر عند الصبي، اللحيه، الشعر باعضاء الجسم، يعني اكيد بيكون هالامور جديده بتكون. يعني بده يسمعوا كلام حلو منها حتى ينسوها عن شكلهم، عن هودي القصص. بدنا نساعدهم تيصيروا يحبوا شكلهم، يعني بدنا نساعدهم تيكون عندهم ستيل معين، اذا عم نحكي عن البنات، نحن كأم يعني بدها تنصحها انه ايه صار لازم انه لبسة تياب داخلية مثل حدا أكبر، بقدر أنا ساعدك تتنقي ستيل تبعك، التياب تبعك، يعني ما نعيش نكران لأنه حالة المراهقة اللي عم بيعيشوها أولادنا، لأنه الأهل عندهم ميول أكثر أنه ما يعترفوا أنه أولادهم عم يكبروا، يعني يقشعوا الأمور أنه ما يفهموا أولادهم بهذا الموضوع. مزبوط، مش أوقات، شي بينقز دايما، بينقز الأهل، يعني فجأة بيلاقوا أنه خاصة عند البنات، يعني ما بيتقبلوا الأهل بسهولة أنه البنت عم بتصير مرة بشكلها، بشكل جسمها، هالبنت عم بتصير مرة، ما بيتقبلوا الأهل بسهولة هيدا الأشياء. وأنا مثل ما بشوف الأشياء هيك على الأرض، إنه الأم بتتقبل بسهولة أكتر من البي، يعني بأغلب الأوقات البي عنده صعوبة يتقبل ويفهم إنه بنتي الجغتورة عم بتصير امرأة، كتير عم بيكون في صعوبة للبي. رفض. في سؤال تاني للموضوع، لكن خلي أخذ يلا. وسام من طرابلس، صباح الخير وسام. وسام من طرابلس، اذا ممكن تسمعنا وسام من التلفزيون. اهلين، تفضل. كيفك؟ الحمد لله. خلي لي قلبك حبيبي، تفضل. تسلم لي، بس نحكي دكتوره مايا. اكيد، تفضل وسام. صباح الخير. بونجور، كيفك؟ الحمد لله. خلي لي قلبك. اسالك عن ابني، عمره 6 شهور، فجاه التهبت دينته الشمال، سالنا الحكيمه، قال هيدا بسبب الحساسيه بانفه بيصير، قال هو عنده صعوبه بالتنفس. كيف حكيمه حطينا له دواء اوكسيدول واعطينا دواء. اوكي، راح اقول لك شغله، يعني مش من اختصاصي انه جاوبك على هيدا السؤال، فضل تسال طبيب اطفال او بيدياتر، بس رح جاوبك بمعلوماتي كأم، يعني لانه اتصلت فينا. نعم. انه ممكن اكيد تنتج عن شيء بالانف او عن التهاب بالانف. نعم. ومشان هيك المي والملح كثير بتفيد لحتى تفتح المجرى اللي موجود بين الانف والدينه. جوابي مش كطبيبه، لانه انا مني طبيبه اطفال، انا اخصائيه بعلم النفس او معالجه نفسيه. نعم. بس جوابي اعطيتك اياه بس كأم، يعني من خبرتي مع اولادي بهذا الموضوع. وسام، عندك شيء سؤال نفسي ولا لا؟ ست اشهر ما انت. شكرا، شكرا وسام. لا لك، لانه هيدا شائعه. نعم. جزاف، يعني هالالتهاب اللي بيصير اللي بيعمل اوتيت شائع، يعني مشان هيك المي والملح بالمنخار كثير مهمه. اكثر من هيك بدك تسال البيدياتر. نعم. اكيد. دلال من علي، صباح الخير دلال. دلال؟ نعم، تفضلي. بونجور. يا هلا. بونجور مدام مايا. بونجور. بس بدي اسالك، بنتي عمرها 3 سنين. نعم. وعندها كتير خوف من العالم، حتى من اقرب الناس لها، يعني كتير بتخاف وبتستحي. حتى من الناس اللي بتشوفهم دايما، يعني ستها، جدها، خالتها؟ لا هيك لا، يعني اللي بتشوفهم بشكل يومي لا، ما كتير، بس بالاجمال بتستحي، يعني حتى اذا بدها تحكي شيء او بدها تقول شيء ما بتحكي، ما بتقول. يعني انت عم بتخبرينا انه لما بتنوجدوا بمكان جديد مع اشخاص جديد بتاخذ كتير وقت لحتى تقدر تحكي معهم وتتواصل معهم؟ مظبوط. حتى عم تحكي من اقرب الناس لها؟ بس سألتها، عم بسألك انه الناس اللي بتشوفهم يمكن مرة مرتين بالاسبوع، القرايب كمان عندها خجل منهم؟ ايه بالبداية، ايه بعدين بدها وقت لترجع تتعود عليه. اوكي، قد ايه هالوقت؟ يعني اذا نحن رحنا لعندهم اول ربع ساعة صعبين لها، بعدين بتقلع؟ ايه اول ربع ساعة، نص ساعة، يعني حتى اذا بقلها مثلا خبريهم شو عملتي كذا ما بتقول.
اوكي طيب، هالخجل لوين واصل مستواه لحتعدك شوي؟ يعني ممكن تصير تبكي كثير، تتعلق فيك بتيابك بدك تحمليها، كانه عم تترجاكي انه بليز بدي فل من هالمكان لهون، بتوصل ردة الفعل؟ هلا في اوقات في محلات معينه ايه، في اوقات لا، بتضل قاعده اكثر شيء مع بيا، ما بتبكي بس ما بتحب حدا يحكي معها يعني. اوكي، بتروح على جاردوري؟ بتروح على نورسري؟ لا ما بتروح. ما بتروح. كيف بتقضي يومياتها؟ معك بالبيت؟ عندها اخوه؟ لا ما عندها اخواتي، اول ولد. بس في اولاد حد منا في قريبه يعني. اوكي. ايه تكرمي. اوكي. لا بسيطة يعني، كل الأولاد بيمرقوا بهيدي المرحلة، منا مشكلة، بس نحن بنساعد الأولاد بهالمرحلة لأنه بشيء اسمه أنه سوسياليزاسيون، أنه يقدروا هن يكونوا اجتماعيين. يعني كتير مهم أنه الولد يقدر شوي شوي يكون اجتماعي. وقت نحكي عن طفل، هالطفل بيكون اجتماعي من خلال الكونتاكت أو الاحتكاك بغير أولاد. مشان هيك بهيدا العمر 3 سنين أنا أكيد بنصح أنه تنحط بحضانة، بصير عندها أصحاب، بتصير معودة كمان على أشخاص راشدين مثل المعلمات أو المسؤولين بالحضانة. طبيعي إذا 3 سنين بعد ما انحطت حضانة إنه تعمل هيدي ردة الفعل. أنا بفضل إنه تنحط حضانة. هلأ إذا الخجل في نوع من الأولاد، وأنا حكي عنه بكتابي كمان، يلي هن أولاد بيطولوا حتى يتأقلموا مع المحيط يلي بينمجدوا فيه. حتى إذا أخذتهم تيعملوا زيارة بيطولوا شوي تيتأقلموا مع هيدا المحيط. أنا هون ما بنصح إنه نعمل بريشر عليها، نضغط عليها، يعني سلمي أو نمسكها بإيدها نخليها تواجه هالشخص، أعطيه بوسة أو سلمي او كذا، اكيد هول ما بننصح فيهم، نتركها على راحتها. هي اول شيء بتقعد على حضن امها او بيها، بتحس بالامان، بتصير تتطلع عن بعيد بهالاشخاص. يمكن بغضون ربع ساعه ثلث ساعه بس تحس انه هالاشخاص منيح امنين ما بيأذوني، ممكن اوثق فيهم، لانه الطفل هيك بفكر وبده وقت ليفكر هيك، بتصير تتقرب من هول الاشخاص. بس اكيد نصيحتي الاولى يعني انه نساعدها تتكون اجتماعيه، قد فينا نظهرها على اماكن لعب فيهم اولاد، عند الاقرباء يلي فيهم اولاد، اذا ممكن حتى بنورسري هلا ايام صيف كمان، اكيد انا بفضل، لان هذا كله بيساعدها انه تكون اجتماعيه اكثر. اتصال من خلدي. صباح الخير مروه. صباح الخير مروه. يمكن قطع الاتصال. الو عم بسمع. ايه تفضلي مروه. الو بونجور. صباح الخير. بدي احكي مع مدام مايا. ايه اكيد. بونجور مروه. بونجور تفضلي. انا حكيتك هداك الاسبوع على رقمك مشان ابني، قلت لك نظفته بكير ورجع يعمل من بعد. مزبوط ذكرتك. مزبوط. وقلتي لي انه ارجع جرب، بس هو اللي صار انه كثير يعني هو ابدا ما انه عنيد بالعاده بالطبيعه، بس لما بدي مش انت اللي حكيتيني مروه وقلتي لي انه شلتي له الكوش بعمر كثير بكير؟ قلت لي كثير بكير. قلت لي اوكي على سنه وثمان اشهر. اوكي بعد شهر مش الحال وصار يفوت لما انا بدي انه ترمو يعني هو ما كان يقول لي انه نونو، انا احطه على الحمام. اوكي اوكي بعدها بشهر صار بس لما بدي فوته على الحمام كثير يعني ينام بالارض ويصرخ وكثير ما بعرف كانه اخذته على شيء اوكي بخوف. ف يعني انا قلت لك انا كمان بريجننت فكثير تعبت، رجعت الكوش بس ما بعرف انه غلطت فيه اني رجعت الكوش؟ لا اذا هو هالقد، وانا قلت لك وقتها تلفنتي لي انه لو رجعت الكوش ترجعي الكوش كيلوت يلي هو خاص بمرحله التنظيف، وقتها قلت لك انه لو حاطين الكوش نضلي عم تعرضي عليه، يعني تضلي عم تشتغلي بطريقه انه الدخول للحمام يكون منتظم يعني بانتظام يصير. هلا ما غلطتي رح اقول ليه ما غلطت، لانه واضح انه هو رفض قاطع. يعني نحن وقتها بنشوف انه الولد في مؤشرات للولد يرفض انه يشيل الحفاض، من المؤشرات مثلا انه كثير عم بيصير في حوادث، انه يعمل على الارض او حد الكرسي الحمام وما يقبل ابدا، يبكي كثير بشكل كثير كثير قوي لما نطلب منه الدخول للحمام، يقول انه يي ما في شيء انا ما بدي فوت، وبعد دقيقتين يصير في حاله تبول. اذا هالشيء هيدا شفناه ضل لمده شهر مثلا، يعني الولد رافض انه هو منه حاضر، مش رافض بس منه حاضر، وهيدي الشغله بده يكون الولد حاضر لها. مش هيك بقول لك ما غلطتي؟
خليكي هيك هلا، خليكي شي شهرين هيك، وبنرجع بنحكي بعدين كيف ممكن انه ترجعي تبلشي من الصفر خليني اقول، او ترجعي تقترحي عليه. هو اللي حيعطينا مؤشرات انه هو حاضر، يعني بعض الاولاد بيكونوا مش حاضرين، اوقات بننطر لسنتين، سنتين وثلاث اشهر تكونوا حاضرين. هذا موضوع الكوش كثير نسبه، يعني عن جد بيختلف بين اولاد واولاد، ما لنا قاعده عامه بتمشيها سيستماتيك ما على كل الاولاد. شكرا لاتصالك. انا كنت عم بحكي انا وياكي مايا بقصه الاولاد بس يرفضوا شكلهم بعمر المراهقه بين 12 وال 15. مزبوط. طيب قلتي لي هيدي سلبيا، لازم نعطيهم كومبليمونات، لازم نفهمهم، لازم نقول لهم هيك بتصيروا الى اخره. طيب اللي بحبوا شكلهم هالقد بهالعمر هيدا، واللي عندهم ثقه هالقد بحالهم انه هن ما عندهم ولا شائبه، هيدا شغله كثير منيحه وايجابيه، لانه هيدا دليل انه ازمه الهويه يعني خفيفة جدا عندهم أو بمستوى خفيف جدا. لأن احنا بنعرف أنه أزمة الهوية عند المراهق هي اللي بتسبب له بعد مشاعر الاكتئاب بالصراعات. طيب تحصلها بغير طريقة، يلي بيسمع دايما أهله شو حلو وشو حلوة قمر، هالكلام اللي يسمعه اللي خليه يفوت بدينته ويصير شايف حاله، هيدا هو الكلام يلي بخلي الواحد يكون عنده صورة ذاتية عن حاله حلوة، وهيدا هو الكلام يلي بخلي الولد مع الوقت يكون فعلا عنده ثقة بحاله وما يعاني من عدم ثقة بالنفس أو من تشكيك بنفسه وبمظهره. نعم. عشان هيك هالتشجيع الإيجابي أكيد كتير مهم، بس أوقات له سلبياته. خلص وقتنا، شو رأيك بس تكون معي مرتجي نحكي عن سلبياته؟ طيب بس يكون كتير أوفر أوقات. ايه. بتصير الواحد باللبنان مثل نافخ حاله منقول. نعم. فهي ما بدنا نوصل له. تانكيو لك مايا، بنشوفك إن الله راد يوم الجمعة بموضوع جديد مع أولادي بالدنيا. لكل المشاهدين وقفة بسيطة وبعدها بنكون مع الشيف فيصل ورشة ملح ومع غيدا وسينما.